يندد البرلمان الأوروبي فتنكشف سياسته التي تكيل بمكيالين، يصمت البرلمان الأوروبي فتنفجر فضائح فساد تهز نوابة. صادق البرلمان الأوروبي على توصية تطالب السلطات الجزائرية بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين إحسان القاضي ومصطفى بن جامع ومراجعة قانون العقوبات، فيما أوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن قضية إحسان لا علاقة لها بحرية الصحافة، بل هي جريمة قانون عام. منذ عقود يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إنسانية في حق الشعب الفلسطيني، والجرائم نفسها يرتكبها الاحتلال المغربي في حق الشعب الصحراوي، لكن البرلمان الأوروبي نأى بنفسه بينما شن هجوما على الجانب الروسي بعد حربه على أوكرانيا. البرلمان الأوروبي تغاضى عن الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في حق الشعب السوري والعراقي والليبي وحق المهاجرين، كما لا يهتم لانتهاكات حقوق الإنسان في فرنسا جراء ثورة السترات الصفراء وما يلاقيه هؤلاء المتظاهرون من قمع وعدوان، رغم أن من مهامه مراقبة وضعية حقوق الإنسان داخل مجاله. وكالة الأنباء الجزائرية رجحت صدور اللائحة من نواب حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو، وتساءلت عن المغزى من هذا المسعى والعلاقات التي يرغب هذا التوجه السياسي في بنائها مع الجزائر. مجلس الأمة أعرب عن رفضه للائحة، معتبرا أن التفشي واستفحال مظاهر شراء ذمم بعض أعضاء البرلمان الأوروبي أدى إلى طمس وغض الطرف عن دعم حق شعب يناضل من أجل تقرير مصيره. لم ينجح البرلمان الأوروبي في إخفاء انحيازه الصريح لأجندة جيوسياسية تقليدية رغم الشعارات التي ينادي بها، وباحت لوائحه بما في قلوب نوابه.